أبي، ألم تخرج اليوم لدعوة الناس كعادتك؟ أجاب نوح: لا يا سام، لن أدعو الكفار بعد اليوم. لماذا يا أبي؟ رد نوح: أوحى الله إلي أنه لن يؤمن من قومي إلا من قد آمن. ولكن هل نترك الكفار والظالمين دون عقاب على ظلمهم؟ رد نوح: هذا ليس عملنا، الله وحده هو الذي يحاسب عباده فيغفر لهم أو ينتقم منهم. لكنك تعرف يا أبي حجم الظلم والفساد الذي يحيط بنا. رد نوح: معك حق يا بني، وقد أوحى الله إلي أنهم لن يؤمنوا أبدا، وأخشى على المؤمنين من الفتنة، لهذا لا أملك إلا الدعاء على الظالمين.